مصطلح kill your darlings واللي بيعني انه الايد يلي بتوجعك اقطعها. فمثلا قميصك اذا بده كوي ورح ياخلك على شغلك بلا، لو المكالمه يلي مستنيها طولت بلاها لا تستناها. الناس السلبيين، الصداقات الهشه، حكايات الحب الفاشله، تعود تستغني عن كل هالاشياء قد ما كنت متعلق فيها ومتخيل انه ما فيك بلاها، لانه رح تتفاجأ انه عادي رح تقدر تكمل وانه قدرتك على التجاوز اكبر من اي شيء. لا تعطي حدا مفتاح يقدر من خلاله يبدل سعادتك لحزن، عيش مشانك انت، فما في غياب الا غياب راحتك ولا في خساره الا خساره حالك. وهلا بدي اعرفكم على قصه نجاح محمد هلال يلي حقق المركز الاول بمسابقه ويكي تهوى المعالم. محمد التقط صوره بتعبر عن بلدنا سوريا، بلد الفن والسلام. صوره كانت لمدينه حلب وبتظهر فيها مأذنة جامع التوحيد ووراها القبه والكنيسه. نفتخر فيك اكيد يا محمد، وبكل موهبه سوريه عم تنقل للعالم انه نحن بلد اخوه وبلد ابداع. يا ترى مين التوب يلي رح يكون معنا اليوم؟ خلونا نشوف التقرير ونرجع نستقبله معنا بالاستديو. أنا شخص كتير بيعني لي تفاصيل A to Z. جمال داخلي أكيد أكثر من خارجي، مجرد في جمال داخلي أكيد هو بينعكس على الخارج، يمكن هذا شيء من عند يعني ربنا أكيد، ولأنه يمكن أنا ناجح سو أي حدا بده ينجح بده يلجأ لإلي لحتى ينجح بالطريقة اللي أنا نجحت فيها، بس هو يعني أكيد في نسبة وتناسب بين حدا ناجح وبين حدا عم يتمسك بالناجح لحتى يصير مثله. هلأ بالوقت الحالي بندم إن الله حق، كارما. بحب كتير إنه تكون العروس بهاليوم هي طالعة وهي مبسوطة حتى من جوا، مو بس بشكلها، يعني مبسوطة حتى معنوياً. كتير مهم تعرف شو الطريق يلي بدك تمشي فيه، بس الأهم تعرف كيف تتميز وتأبدع فيه، والأهم من هدول كلياتهم تحافظ على استمراريتك بالقمة قد ما مر وقت وقد ما تغيرت عليك الظروف. التوب يلي معنا اليوم حقق هالعناصر الثلاثة وأضاف عليهم إنه الإنسان الناجح بس يوصل بينجح وبينحب أكثر لما يمد إيده ويساعد يلي حواليه. أكيد عم بحكي عن ميلاد حنون يلي رح استقبله فورا. هاي ميلاد. هاي زين. تمام. شو الأخبار؟ تفضل. أول ما قالوا لي إنه ميلاد ضيفك، أول سؤال خطر لي، كنت من فترة عم بقرأ كتاب اسمه النجاح لا يأتي بالصدفة، فأنت لقيتك الشخص المناسب اللي بدي أسألك هذا السؤال. النجاح يأتي بالصدفة ميلاد؟ لا أكيد لا، النجاح بده كتير شغل. يعني أكيد رب العالمين بيعطينا دايما حظ، بس طبعاً بالنهاية الحظ لحاله ما بيكفي، دائما الحظ مقابل أنه يكون في شغل وجهد. يعني اليوم أي حدا ناجح أنا بعتبر أنه هو أكيد محظوظ، بس بالنهاية أكيد شاغل كتير على حاله، ما في شيء بيجي بالصدفة. لا لا أكيد لا، الكتاب اللي قاريه أكيد ما هو مزبوط. ما هو مزبوط. لا. طيب أكيد. ميلاد إذا بدنا نحكي شوي بالخصوصية بميلاد حنون. اليوم ميلاد هالمسيرة الطويلة من وين بلش؟ أول شيء بينتني إني أنا كتير كبير ومسيري كتير طويلة. طبعاً طبعاً. يعني بعدني صغير لسه ما وصلت. ما قصدي بالعمر. ما قصدي بالعمر، قصدي بالشيء النجاحي اللي أنت عامله اليوم. إيه أكيد أكيد. أنا صار لي أصلاً يعني بشتغل بمجالي صار لي من أنا عمري 15 سنة. ما شاء الله. يعني فعلياً صار لي زمان. سنين. إيه يعني إيه. أكيد 20 سنة يعني هدولي ركض بشتغل بهالمجال. بقى شو كنت عم تقلي؟ كنت عم اقول لك من اذا ميلاد قبل 15 سنه، عم تقلي 15 سنه. اول ما بلشت، اول خطوه انت عملتها، هسه بتتذكر اول خطوه عملتها هذاك الشاب اللي لسه كان بده يثبت حاله؟ ايه هلا انا بتذكر اني انا من انا صغير انا يعني بعرف حالي انا لوين بدي اروح. حلو. يعني هي اهم خطوه. ايه يعني هي كانت كثير خطوه، يعني انا محدد مساري من انا صغير، بعرف اني انا بدي اوصل لهون. على فكره انا كنت شوف حالي بهذا المكان. حلو. مو انه انا كنت يعني اجت هيك بالصدفه، لا انا كنت شوف اني انا بدي اوصل لمكان راسم بمخك. راسم بمخي وكنت شوفه. وتتخيل اني انا يعني كنت يمكن ما بعرف اذا احلام ولا كنت شوفه، بس كنت شوفه وانا صغير انه انا بدي اوصل لمكان
اللي هو انا فيه هلا. قديش مهم ميلاد انه انت تشوف المحل اللي توصل له من اول خطوه؟ انا قاري هي العباره عم تليها بقانون الجذب او شيء، كثير مهم الانسان اكيد اكيد يحدد شو بده، يكون في هدف محدد. اي حدا اليوم بده يوصل بده يحدد، يعني انت اليوم ما فيك عن طريق مثل ما قلت الصدفه، انا اي والله انا شو يعني بيصير انا وين ما وقعت بيجي واقف، لا ما انا مزبوط. انا اليوم بحدد هدفي وبمشي بهذا الطريق، والطريق هو بيوديني للهدف اللي انا بدي اياه، بس ما فيني احدد اربع اهداف واقول انا شو الهدف اللي بضربه هو بيزبط. لا انا أكيد. بعرف كنت من دي 1 انا وعيت على الدنيا اني انا اليوم أنا بدي اكون هون، وانا فعلا انا هون بس بشوف حالي كمان بمكان يمكن هلا الوضع ما كثير ساعد مع الاسف يعني، بس انه انا بشوف أكبر. اكيد لانه في كثير اشياء ميلاد بيطمح فيها، والوضع يعني مو الوضع سوري، العالم اللي هي حوالي هي بتحفزني انه انا لازم اعمله. سو اكيد في كثير اشياء ان شاء الله اذا خلصنا من هالازمه اللي نحن فيها اكيد رح اعملها وحتشوفوها، وان شاء الله حتنبسطوا كثير فيها، لانه هي شيء يعني حلم لإلي وبيكون رسخ الشيء اللي انا عملته بحياتي. انت قد وقدود ان شاء الله. اكيد اكيد. ميلاد اليوم وقت نفتح نحن على السوشيال ميديا بنشوف اغلب اللي بدهم يفوتوا بهذا المجال ميك اب ارتست مجمعين انه انت النمبر 1 اليوم. ثانك يو. وهن بحسهم بيتباهوا لما يقولوا مثلا انه نحن عاملين عند ميلاد او متعلمين اخذين شهاده عند ميلاد، بحس انه هذا الشيء بيضيف لهم للسي في تبعهم. انت شو بيكون شعورك انت وعم تقرا هالكومنتات؟ بنبسط بصراحه، كثير بنبسط اكيد وبفتخر بهذا الشيء، بفتخر انه انا اليوم وصلت مهنتي بسوريا خلينا نقول لمكان كثير حلو، كنت بحلم انه نحن نوصل بسوريا لمكان انه مثل هلا، انه كثير صار في ميك اب ارتست، صار في كومبيتيشنز خلينا نقول بكل محافظة، صار في حدا كثير شاطر كتروا يعني كتروا. تخيل انه بحمص فيها كم ميك اب ارتست فظيعين باللاذقية كثير شاطرين. من فترة كانت معنا فرح نعنوع ضيفة وحكيت لنا انه هي كانت مزبوط وفرح من الصبايا اللي كثير شاطرين، وفي كمان يعني في كثير حتى يعني حلب بكل المناطق بالسويدا ما رح انسى سوري، بس انه بعرف من اللي بيجوا بيحضروني او بيعملوا عندي دورات من كل المحافظات اليوم هن اسماء ومأسبتين حالهم وهن ناجحين، حتى انا يعني بتابعهم على السوشيال ميديا وصدقني احيانا بتفاجئ بشغلهم. ميلاد عم شوفك انه انت اللي عم تحكي ومبسوط. اي بنبسط يعني حاسك شي حلو شيء حلو. ممكن يكون شخص غيرك يقول لا بدي بس انا، بس انا شايفك اليوم مبسوط عم تحكي انا بفخر. اكيد لا انا بحب بصراحه كثير وقت اللي انه انا وصلت لمكان وانا عم بقدر اعلم جيل ولسه كمان بدي اعلم اكثر، وبطمح كمان يكون عندي مدرسه اعلم فيها اكبر عدد ان شاء الله ممكن طلاب ويصيروا كمان ميك اب ارتست ومشهورين. ميلاد بس ليه لا؟ في شغله بلا ما اطول حديثك، اليوم الشباب بشوفهم مثلا بحكي معهم عندهم حلم بدهم يوصلوا له، بحسهم انه مثلا ميلاد 15 سنه لوصل لهون مثلا، هن بدهم بعد بكره يصيروا ميلاد. ايه بس هن بعد سنه ببطلوا ميلاد، هن بعد سنه بينزلوا تمام. ما لازم في يكون سلم هذا درجه سلم بدنا نطلعه، ما في مجال. انت اليوم ما فيك توصل لفوق، فيك توصل يمكن حلو الحماس بطياره توصل ويحطوك فوق، بس بدك تهبط. سو وقت اللي بتمشي خطوه. هلا شوف اليوم السوشيال ميديا هي اسرع طريق لتوصلك من صح. على ايام انا وقت اللي بلشت اشتغل ما كان في سوشيال ميديا، يعني الانسبيريشن اللي كنت انا اخذه كان زيرو. هلا عندهم انسبيريشن عالي كثير لانه اليوم بيفتحوا على السوشيال ميديا وبيشوفوا كل شيء عم ينزل على هالبلاتفورم بقوه يعني. اما انا وقت اللي بلشت انا كان اللي يشتغل هو الايماجينيشن تبعولي، ما كان يشتغل هذا مهم عندي كمان. احنا كمان نشغله اليوم كثير مهم لانه اليوم انت ما فيك اليوم تكون بس ناقل كثير شغله سهله، بس تكون سهل. عندك كرياتيفيتي يعني. انا دائما بحفز الطلاب وقت بيجوا لعندي بقول لهم انتم لازم يكون عندكم بصمتكم، السيجنتشر تبعكم لازم تكون فيها. موجوده لانه أكيد. غير هيك انتم بتبطلوا ميك اب ارتست. ما هي ارتست يعني هي فن طبعا. اوكي هي تعليم بس بالنهايه كمان هي فيها تعب، بدنا نشتغل كثير على حالنا لحتى نقدر نطلع افكار جديده طبعا. والا غير هيك بصراحه ببطل فن. انا بالنسبه لي اليوم اذا انا ما عم اقدم شيء
مني وشي انا مبتكره. انا ماني فنان وما بفضل اني انا اتصنف اليوم كميك اب ارتست. انت بتكون ناقل صح. ومن الـ من الـ من الـ من الـ لا ما بفضل ابدا لانه بكون ما عم اقدم شيء. ميلاد من فتره شفناك عملت الماستر كلاس وكان في وضع سيء عم يمر على البلد، هي الحرائق اللي كانت بالساحل السوري. حضرتك قلت انه الريع رح يكون لصندوق دعم او للحرائق. مزبوط. انت كفنان فينا نقول او كمؤثر بالمجتمع او كمواطن سوري عم تعمل اللي عليك. في كثير اليوم عم نشوف من اول احداث اليوم ان كان ممثلين سوريين اللي عملوا عشرات المسلسلات، ان كان مطربين عم يفتخروا ان هن بيغنوا باهم البلدان، ولا مره شفنا هاللفته منهم. مثلا اجر هالمسلسل حيكون للمساعدات للجمعيات، اجر هالحفل نفس الشيء. ليش؟ في تقصير؟ اكيد بصراحه اكيد. يعني هلا انا ما رح عم نحكي من عتبنا طبعا. ما بعرف انا من وجهه نظري اليوم انا كسوري وعم شوف عم يصير هيك ببلدي وانا قدران اقدم، اكيد لازم اقدم. اكيد لازم اقدم. بحس انه هذا فرض بغض النظر انا كريم او بخيل، انا عندي انسانيه او لا، انا شخص بتطلع على غيري او لا، بس انا بحس انه هذا فرض واجب. انا اليوم بلدي قدمت لي ووصلتني للي انا فيه بغض النظر عن كل الظروف اللي أكيد. نحن مرقنا فيها، لانه هي ظروف نحن ما يعني ما لنا فيها، فرضت علينا، بس بالنهايه انا اليوم طلعت من هون، سو انا من واجبي اني انا وقت اللي شوف اليوم جبال وضيع راحت اني انا اقدم لهم ساعدهم حسب انا قدرتي. يعني شو بقدر ساعدهم، وانا اصلا يعني ما عملت شيء، يعني هو بتمنى كنت اقدر اجمع اكبر عدد ممكن، ما بس انه ان شاء الله مع الايام الثانيه الله لا يقدر ويصير مشاكل ومصايب وكوارث، بس انه ليه لا، الواحد بيساعد، لانه وقت انت بتساعد ربنا بيساعدك ويعطيك صدقني اكثر. اكيد. وانت ما قصرت ميلاد. بدنا ننتقل هلا لفقره الشاشه ميلاد. رح يطلع عنا ثلاث صور حضرتك. اول صوره بدها تطلع معنا بدها تعطي عنا كومنت صغير. يلا. اوكي. هي صوره رح تكون للفنانه ديما اند لفت. نحن بنعرف انه اول شيء في صداقة بينك وبينها. ايه عملنا سيرش على الفيسبوك. ديما حبيبتي وبحبها كثير كثير. اوكي. بأحد المقابلات التلفزيونية بدون ما نذكر الاسم وبأحد المذيعات قالت انه ديما انت حسينك عم تقلدي اللبنانيات. قام قالت لها ديما كيف؟ قالت لها انه عم تلبسي عم تهتمي بمنظرك أكثر. طبعا ديما ردت عليها رد المناسب. أنت اليوم كخبير تجميل، هل الفنانة السورية يا ترى هي على الريد كاربت عم تثبت حالها مثل ما عم تثبت حالها ورا الكاميرا كخبير تجميل؟ خلينا نحكي. ايه البعض منهم. ايه البعض. البعض الاخر لا، سوري، مع احترامي للكل، بس انا ما شفت كل الفنانات السوريات على الريد كاربت، بس اللي بشوفه اذا بدنا نحكي على ديما. ايه ديما اكيد هي ديما يعني مثبته حالها وبقوه، وديما ما انا حدا يعني ناطر انه يقلد سوري لبنانيات او غير لبنانيات. يعني ديما اول شيء عندها الكسم اللي كثير حلو، عندها الشكل اللي كثير حلو، عندها الستايل اللي هي كثير حلو فيه. يعني بتتميز فيه. وبصراحه يعني ديما انا بلاقيها حدا فيري سمبل وحدا سوبر كلاسي وبيلبق لها كل الاشياء، يعني شو ما عملت بيلبق لها. وعلى فكره هي الصوره من الجالا دينر تبعي، كثير حلو اخذينها، بس كانت وقتها طالعه كثير حلوه ديما. طبعا بدنا نوجه لها تحيه الفنانه ديما. ايه. اكيد. الصوره الثانيه ميلاد هي للصبيه اللي كل مواقع التواصل الاجتماعي ضجت فيها بيوم المراه العالمي. حضرتك عملت لفته كثير حلوه انك جبتها ومكيشتها. قايله بالبوست انه انت الشيء اللي عملته زدت لها منسيقتها بحالها حتى تواجه العالم. شو خطر لك اول شيء انه بيوم المراه العالمي، وشو خطر لك انه هاللفته الحلوه لرهف؟ ايه اول شيء انا رهف بدي اوجه لها تحيه. اكيد بوجه لها تحيه لرهف. وبدي اقول انه رهف يعني يا ريت كل العالم عندها ثقه بحالها مثل ما رهف عندها ثقه. وهي حاولت رهف توصل مسج للعالم عن طريقي، وانا كثير انبسطت بهي اللفته منها، لانه هي لجأت لإلي. يعني انا ورهف ما بنعرف بعض من سوري. رفاه مو رهف. اسفين رفاه. ايه سو رفاه هي يعني انا وياها ما في صح، ما بنعرف بعض. هي لجأت عن طريق رفقاتي لجأت لي وقالت انه انا حابه هيك هيك هيك، يعني سو هي فكرتها لرفاه حلو. ما انا فكرتي، وانا كثير انبسطت.
الفيديو يعني عمل ضجة كبيرة، عمل ضجة كتير كبيرة وكتير قنوات يمكن أخدته ونزلته عندها. حلو كتير إنه اليوم حدا عنده تشوه أو عنده شيء من رب العالمين هو ورجال العالم بكل ثقة. ميلاد قديش في ناس حوالينا ممكن يكون شكلهم حلو بس هن من جوا بشعين كتير، والعكس صحيح كتير. يعني رفاه كتير. اليوم عطتنا مع الأسف درس بالإنسانية مع الأسف. وأنا قلت بالفيديو إن إحنا بنقدر نخفي يعني عيوب الوجه، بس عيوبنا الداخلية صعب نخفيها، لأنه فيك تخفيها يوم يومين بس بعدين بدها تبين، يعني هذا طبع. أكيد. سو مع الأسف يعني إنه مثل ما قلت في منهم كتير صار موجود، بس أكيد. رفا حبيبتي يعني ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله من جوا ومن برا حلوه كثير ما شاء الله. الله يحميك يا رفا. الصوره الثالثه تطلع معنا هلا هي صوره من احد الجروبات على الفيسبوك، انا اخذتها ومثلها سكرين شوت. عم يقولوا انه لما نحكي عن الميك اب اكيد لازم نذكر اهم خبير تجميل ميلاد حنون، اكثر من 15 سنه بهالمجال، تخرجت على ايده اغلب المبدعين. 2400 لايك، كل العالم كانت عم تشارك وتكتب الكومنتات الحلوه عنك. لما تشوف صبايا وشباب البلد عم يحكوا عنك هالحكي الحلو بنبسط. بتنبسط وبحب. كإنسان ناجح أكيد أنت تعرضت للانتقادات كتير بيجيك، كيف تعمل معهم ميلاد؟ في عالم بيأثر فيهم سلبي، عالم بيحفزهم، أنت من أي نوع؟ يعني أي حدا اليوم معروف إجباري بده يعني بده يتعرض، مثل ما بيتعرض للأشياء المنيحة بيتعرض للأشياء السلبية. أكيد. ودايما في أكيد ما بعرف إذا فينا نسميهم أعداء نجاح، أعداء نجاح أو أعداء مهنة أو whatever، يعني إنه هدولي موجودين، بس هدولي بتعرف هدولي انا بلاقيهم فيتامينز، يعني هدولي بالعكس بيقووك بحفزوك يعني اكثر. ايه بحفزوك. يعني انا ما بحب كثير دائما تعمل لي انت يعني جود كومنتس، بحب يعني الكومبلين، لانه كمان هدولي انا بحفزوني، بيعملوا لي موتيفيشن وبيخلوني انه اقوى اكثر. يعني هذا الفرق، انه انا ما في شيء بيحبطني ابدا، انا كثير بعرف يعني ادرس خطواتي وبعرف شو اعمل شو نزل. في عندي جروب من اصحابي اللي بثق فيهم وبعرف ذوقهم، دايما قبل ما انزل اي شيء باخذ رايهم يعني لحتى اعرف اذا انا مزبوط عم بشتغل ولا لا. برافو عليك ميلاد. نروح هلا لفقره الهدايا نشوف ميلاد شو محضر لنا بفقره الجيف اوي. وصلنا لفقره الجيف اوي نشوف ميلاد شو محضر لنا مفاجاه لاحد متفاعلين مع انستاب. ميلاد شو رقم انت بتحبه أو بتفاعل فيه؟ عشرة. لنشوف من صاحب اللايك رقم 10 اليوم. 3 4 5 6 جيدة الدبس. جيدة الدبس ألف ألف مبروك إليك يا جيدة. رح نروح هلا أنا وميلاد لحتى نقول لك موبايلك ميلاد، نسجلها فيديو لجيدة لحتى نقول لها شو هي ربحت. أي من موبايلها. أوكي يلا مبروك يا جيدة. هذا حنصور الجديد بالفلتر الجديد، الفلتر تبع الياسمين الشامي. تبع الياسمين الشامي ايه يلا. اكيد كل الناس عم تجربه وعم بنبسط كثير، لانه من كل العالم اخذ انتشار، كانه من كل العالم يعني امريكا واوروبا وهي عم ينزلوا انه هن مش لاقين للشام وعم ينزلوا ايه بالفلتر. كثير حلو يلا. هلو جيدا. جيدا اليوم انا وزين حبينا نقدم لك هديه. لازم الهديه انت تكوني حاببتيها، يعني بدي اعرف انت شو حابه. سو بدك انه نزلك ستوري عندي، او بدك انه اعمل لك ميك اب، او بدك انه تقعدي عندنا 3 ايام تتعلمي ميك اب فور فري. هي بالنسبه للهديه. وبالنسبه للي انت طالبتي هذا بدك تبعتي لي لإلي على الدايركت مسج او تبعتي لزين. ألف مبروك يا جيدة. 3 أوبشن. شو الأوبشنات الحلوة يا ميلاد؟ قطعناها بس لازم يمكن لا ولا يهمك. لا ولا يهمك أرجيني. إذا بدك تقول ألف مبروك. لا ولا يهمك. هلا نحن بنعمل لها منشن. وما ألف مبروك إلك يا جيدة. ميلاد نحن الحلقة اليوم مميزة لشغلتين. أول شغلة إنه هي الحلقة السابعة وأنا كتير بتفائل بالرقم 7. فحاسة حتكون رقم حلقة مميزة إن شاء الله. الشغلة الثانية إنه كان ضيفنا استثنائي مميز واللي هو ميلاد حنون. شكرا كتير إلك ولهالطاقة الحلوة يلي عطيتنا إياها. قبل ما ودعك بدي منك على كاميرتك تعطيني جملتين تحفيزيتين لكل شاب أو صبي هلأ عم يسمعونا. أول شيء شكرا كتير لإلك وأنا كمان انبسطت كتير معكم. بدي إلكم لكل حدا عم يحضرنا، النجاح كتير حلو، متعة بتعيشوها بالليل وبالنهار، وانتو بتقدروا تنجحوا كلياتكم، بس تحطوا هدف ببالكم أكيد أكيد رح تنجحوا.
أنا بتمنى لكل العالم تكون ناجحة، وبتمنى أني أشوف ناجحين كتير، لأنه حلو النجاح وبشع الفشل. ميلاد حنون شكرا كتير لك، نورتنا. حسب ما كان متعارف عليه، كان من زمان البقاء للأقوى، تغير الزمن شوي وصار يقولوا البقاء للأسرع، أما اليوم فالبقاء للأكثر تقبلاً للتغيير والتأقلم. وما بظن في حدا قدر يتغير ويتأقلم مع كل الظروف والأوضاع أكثر مننا نحن السوريين. ممكن تشوفنا اليوم متغير الحال فينا وواقفين على دور بنزين مثلاً، بس بنفس الوقت طلع ورانا بتلاقي العالم كله واقف ورانا على الدور ليتعلم مننا الرجولة وعزة النفس. مهما تغيرت الظروف رح يضل البقاء إلنا نحن. أنت سوري، هالشي بيعني أنه أنت قادر بأي زمن وبأي وقت وتحت أي ظرف أنك دائما تكون توب.